يشكل اللبن جزءا هاما في إمداد الأم والجنين بالمغذيات الأساسية التي يحتاجون إليها من حيث الفيتامينات والمعادن الموجودة في اللبن والتي تفوق تلك الموجودة في أي غذاء آخر تقريبا. يحتوي اللبن على البروتين والنشويات والفيتامينات والمعادن والدهون، يقوم كل منهم بدور رئيسي كالتالي: إن البروتين عامل هام لصحة الشعر والأظافر، بالإضافة إلى كونه عنصر هام في تجديد الخلايا وبناء العضلات ومكافحة الأمراض. إن النشويات موجودة في اللبن، مصدرها هو سكر اللاكتوز الذي يمنح الجسم الطاقة. إن اللبن غني بالمعادن والفيتامينات الضرورية لصحة أفضل. إن الكالسيوم وفيتامين د لعظام أقوى. إن فيتامين ب لنشاط أكثر. إن فيتامين A لجهاز مناعة أقوى ولبشرة أكثر صحة. إن الدهون في اللبن تحتوي على أحماض دهنية أساسية هي ضرورية لخلايا الجسم، شرط أن تكون بكميات معتدلة. ويحتوي اللبن على قيمة غذائية عالية، هو مصدر حيوي للكالسيوم وفيتامين د للنساء أثناء الحمل. تحتاج النساء الحوامل إلى تناول حوالي 3 أكواب من اللبن يوميا لتغذية أجسادهن وجسم الجنين. وتشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي يتناولن ما لا يقل عن 150 ملي في اليوم أكثر عرضة لأن يكون لديهن أطفال أطول وأكثر صحة وينمون بسرعة، كما يكون لديهم أيضا مستويات أعلى من الأنسولين في دمائهم خلال سن المراهقة المتأخرة، مما يقل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. وكونه غني بالكالسيوم والحديد، يوفر اللبن تغذية كافية لتطوير العظام ونقل الأكسجين إلى الطفل. كما يحتوي اللبن على جميع الفيتامينات مثل A وB وD واللازمة لنمو الجنين في داخل الرحم. كما يعتبر اللبن مصدر غني بالبروتينات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الضرورية لنمو الجهاز العصبي للطفل. كما يعمل اللبن كمضاد للحموضة والتي من شأنها تخفيف حرقة المعدة وأمراض المعدة الأخرى الشائعة أثناء الحمل، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم. وقد أثبتت الدراسات أن محتوى اليود في اللبن يعزز من نمو دماغ الجنين ويزيد معدل الذكاء عند الأطفال. ليس هذا فحسب، فكلما شعرت بالأعراض المصاحبة للحمل مثل زيادة التوتر أو القلق، فإن تناول كوب من اللبن سوف يساعدك على التهدئة، كما يمنح حدوث اكتئاب ما بعد الولادة، ويبقى جسدك رطبا، كما يعوض عن فقدان السوائل في الجسم، كما يقلل من الشعور بالانتفاخ عند الحامل، ويقوم بتخفيض معدل التشنجات المختلفة، كما يقوي البصر عند الجنين لاحتوائه على فيتامين ألف، ويقي من مشاكل النظر المختلفة، كما أن تناوله يزيد من إضرار الحليب عند المرضعات، ويقي من مشاكل البشرة المصاحبة لمراحل الحمل المختلفة، ويضمن عدم تساقط الشعر.